في السجون أنا مش نعطي وضع القراءات والتقارير اللي تصدرها الدولة قبل ما نعرف نعطي موقف الرد. اليوم أهم ملاحظة ما يميز السجون حسب وزارة العدل هي نسبة الاكتفاء. احنا تقرير في جمعتين الاخرانيين من شهر أوت هذا سجلنا نسبة الارتفاع من 170% حتى 320% في سخانة، في بيوت وهندسة عمرها ما كانت بنائات معدة للسجون، في وضع فيه وصل 320 في درجات سخانة، احنا البرة في 45 و43 معناها زيد 10 درجات داخل الغرف السجنية. هالاكتظاظ هذا تقريب نجم نحكو عليه كان واقع لا إنسان. في ظاهرة الاكتظاظ هو واقع لو ما عادش نحكو على ظاهرة، لأنه واقع لو نسجلو فيه يومين كراتة أثناء الزيارات نتاعنا. والاكتظاظ يضرب كل الحقوق، ينتهك كل الحقوق اللي يتمتع بها السجين. ما عادش نحكو على تعزيز الحقوق، ما فما حتى حق معزز داخل السجون الجنسية انطلاقا من نسبة الاكتظاظ هذا 170 200 220 250.